بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل النهاردة إن شاء الله مع بعض المخلوط رقم 3 اللي هو مخلوط الأسيد والبيز. بعد ما خلصنا المرة اللي فاتت مخلوط الأسيد والفينول، شرحنا الاسكيمة بتاعته نظري وبعد كده نزلنا تطبيق عملي عليه. تمام، هنعمل برضو نفس الكلام على مخلوط رقم 3 اللي هو الأسيد والبيز. أول حاجة عندي دايما في المخلوط هي العنوان أسيد زائد بيز. العنوان ده مقسوم او المخلوط ده مقسوم الى شقين. الشق الاولاني اللي هو الاسيد، الاسيد طبعا انواعه اليفاتيك اسيد زي الاوكزاليك والتارتاريك والستريك، الاروماتيك اسيد ده اللي ما بيدوبش في الميه البارده، امثله زي البنزويك اسيد وزي الفيساليك اسيد، واستبعدنا دايما الصلصيليك اسيد. اما البيز ما بنقسمهاش لاحتمالات نظرا لانها ما بتدو... النوعين بتوعها اللي هو البارتولودين او الضيف الميه الامين ما بيدوبوش في الميه البارده. احنا اتفقنا من البدايه ان احنا بنقول على الشق ان له احتمالات بناء على ان يكون في جزء منه بيدوب وجزء منه ما بيدوبش، او انواع منه بتدوب وانواع منه ما بتدوبش. يعني بنقول على الاسيد احتمالاته اليفاتيك واروماتيك لان الاليفاتيك بيدوب والاروماتيك ما بيدوبش، اما البيز لان البارتولودين والضيف نايل امين الاثنين ما بيدوبوش فبقول على البيز انها ما لهاش احتمالات، فبكتبها زي ما هي. فبيبقى عندي المخلوط ده له احتمالين. الاحتمال الاولاني ان يكون اليفاتيك وبيز، وفي الحالة دي المخلوط فيه شق منه بيدوب اللي هو الاليفاتيك اسيد وشق منه ما بيدوبش اللي هو البيز، فالمخلوط ككل بيكون بارشيالي سوليبل في المياه الباردة. المخلوط الثاني اللي هو الاروماتيك اسيد ومعاه البيز، الاروماتيك اسيد ما بيدوبش في المياه الباردة، اما البيز برضه ما بيدوبش في المياه الباردة تماما، فبالتالي يعتبر المخلوط ككل شحيح الذوبان في الماء او كومبليتلي، او بنقول عليه كومبليتلي انسولوبل لان نسبه النسبه اللي بتكون دايبه منه بتكون ضئيله جدا بالنسبه للنسبه اللي مش دايبه. طيب علشان اتعرف انا معايا المخلوط واحد ولا اتنين، اول حاجه هعملها طبعا كالعاده باخد المخلوط وهو صلد، ببتدي احط عليه كميه من الميه من الحنفيه مساويه او مكافئه الى كميته، يعني ما بحطش كميه كتير كبيره من الميه لو عندي كميه بسيطه من المخلوط، يعني حسب الكميه بتاعته ببتدي احط الميه من الحنفيه. بعد كده ببتدي ان انا اقلب، بقلب بواسطه بواسطه ساق زجاجيه او انبوبه او مص اي حاجه، المهم ان انت بتقلب تقليب مستمر. ليه التقليب؟ قال لي علشان لو عندي شق بيدوب زي المخلوط الاولاني ادي له فرصه ان هو ان هو يدوب كومبليتلي، يدوب تماما، وبيبقى المتبقي هو الشق اللي ما بيدوبش. طيب بعد ما ادوب او اقلب لمده حوالي 4 أو 5 دقائق، بعدها هسيبه يحصل له سيتلينج، هخلي الحاجه اللي دابت خلاص دايبه في المحلول والحاجه اللي ما دابتش ترجع تترسب في قاع البيكر بتاعي. تمام، بعد كده بجيب المصه بتاعتي وابتدي اخد جزء من السوليوشن بتاعي اللي احنا سميناه سوبر نيتانت. احنا قلنا ان السوبر نيتانت هو محلول بتاع المخلوط بس بيكون معاه حاجه مش دايبه، يعني انا لو معايا المخلوط رقم واحد هيبقى السوبر نيتانت هو محلول الحمض الاليفاتي ومعاه البيز مش دايبه، بس السوبر نيتانت هو اللي محلول الحمض الاليفاتي. طيب المخلوط رقم اتنين هيبقى معايا عباره عن ميه، مش هقدر اقول ان دايب فيها تريسز من الاروماتيك والبيز لان في النهايه كميه بتكون بسيطه جدا اللي دايبه، فهقول ان هو عباره عن الميه. فهبتدي اخد جزء من السوبر نيتانت بالمصه واحطه في انبوبه، ده طبعا بيبقى سوليوشن بحيث ما يكونش معايا اي حاجه ماهيش دايبه، يعني السوليوشن اللي حضرتك بتاخده بالمصه تحطه في الانبوبه ما يكونش معاه اي حاجه مش دايبه. بعد كده بتبتدي تضيف او بتحاول يعني ان انت ما تاخدش معاه اي حاجه مش دايبه. بعد كده بتضيف عليه كربونات الصوديوم عشان تعمل له اختبار حمضيه. طب ليه هعمل له اختبار حمضيه؟ قال لي ببساطه هنا انا بقارن بين ايه؟ قال لي بنقارن بين سوبر نيتانت في المخلوط الاولاني في محلول الحمض الاليفاتي وبين السوبر نيتانت في المخلوط الثاني اللي هو عباره عن ميه، بقارن بالمية. لو انا حطيت لك حاجتين وبقول لك انا عندي النون منهم عباره عن حمض اليفاتي وحطيت لك اثنين سائلين جنب بعض كده وبقول لك انا عايز اعرف، ابسط حاجه هتقولها لي ايه؟ هتقول لي اعمل تجربه الحمضيه اللي هيديك فوران واضح بيتصاعد في اتجاه فوات الانبوبه يعتبر هو الحمض الاليفاتي، واللي مش هيدي لك يعتبر هو الميه. مش هديك فوران واضح يعتبر هو الميه، فده اللي انا هعمله بالظبط، هبتدي اضيف عليه كربونات الصوديوم واشوف، والله لو اداني فوران واضح وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون، طبعا انا ما بشوفش الغاز لكن بشوف الفوران، الفوران بيتصاعد في اتجاه في اتجاه فوهه الانبوبه، فيبتدي اقول ان انا معايا الحمض الاليفاتي يعني المخلوط رقم واحد. طيب لو انا ما حصلش عندي فوران واضح يبقى انا هقول ان انا معايا نيجاتيف للاختبار الحمضيه وبالتالي انا معايا المخلوط رقم اثنين. طيب في حاله ان معايا المخلوط رقم واحد، انا عندي المخلوط رقم واحد عباره عن اليفاتيك اسيد وبيز،
حاجه بتدوب اللي هي الاليفاتي، والبيز ما بتدوبش، هبتدي اجهز سيستم الترشيح بسهوله جدا، ورقه الترشيح والقمع وداخلها الكونيكال، داخل الكونيكال هبتدي اجيب ورقه الترشيح اعمل لها فلوتنج او فولدنج زي ما احنا اتفقنا، وبعد كده احطها جوه القمع، لو هي ماهيش فيتد معاه ماهيش ثابته جواه ببتدي اثبتها بوسط قطرات من الميه، وبعد كده بحط القمع داخل ايه؟ داخل الكونيكال. بعد كده بجيب المخلوط بتاعي ابتدي اعمل له شيكنج، تمام؟ وبعد كده ابتدي اعمل فلتريشن، ادلق جوه ورقه الترشيح. المحلول اللي هيمر من ورقه الترشيح اللي هو اللي اسمه الفلتريت، اللي هينزل تحت في الكونيكال او في الدرع المخلوط بتاعي، اللي هو محلول ايه؟ الاليفاتيك اسيد. هبتدي اكمل خطوه الفلتريشن لحد النهايه، لحد ما كل محلول الاليفاتيك اسيد ينزل عندي من ورقه الترشيح ويتجمع في الكونيكال، والراسب بتاعي اللي هو البيز هيبقى موجود فين؟ في ورقه الترشيح. محلول الحمض الاليفاتي اللي هو الفلتريت هتعرف عليه بواسطه تجربه ايه؟ كالسيوم كلورايد ودينجز زي ما احنا قلنا المرات اللي فاتت. اما البيز هنا المره دي اللي هي الراسب هتعرف عليها بواسطه مجموعه من التجارب. هنسيبنا دلوقتي من المخلوط رقم 2 ونروح نتعرف على البيز الاول، وبعد كده نرجع للمخلوط رقم 2. عشان اتعرف على البيز انا عندي نوعين من البيز، البيز الاولاني اللي هو الباراسولودين، البيز الثانيه اللي هي الداي فينايل امين. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال الفرق ببساطه ان الباراسولودين بيعتبر برايمري اروماتيك امين، يعني امين اروماتي اولي، اما الداي فينايل امين يعتبر سكندري اروماتيك امين، يعني امين اروماتي ثانوي. طب نفسر الكلمه يعني ايه امين اروماتي اولي، يعني ايه برايمري اروماتيك امين؟ قال لي برايمري عشان في مجموعه ان اتش 2. طيب يعني ايه برضه؟ قال لي الامينات كلها بترجع او البيرنت بتاعها بيكون هو الامونيا جاز اللي هو ال NH3، غاز الامونيا. ال NH3 ده لو انا هو فيه نيتروجين ومرتبطه بكام ذره هيدروجين؟ 3. لو حضرتك استبدلت واحده يعني حولت من NH3 الى NH2 ويبقى فيه سبستيتيوانت زي هنا زي الحاله دي، يبقى انا كده عندي بقى مجموعه NH2، يبقى انت كده استبدلت هيدروجينه واحده يعني عملت امين اولي من اسمها كده، استبدلت 1 هيدروجين فخليته برايمري، تمام كده؟ طيب هنا انا استبدلت كام هيدروجين؟ استبدلت 2، ال NH3 اتحولت الى NH، يعني في 2 هيدروجين استبدلوا بمجموعتين ايه؟ بمجموعتين فينايل. هنا استبدلت مجموعه إيه؟ هنا استبدلت ذره الهيدروجين بمجموعه ايه؟ باراتولايل، وبالتالي هنا يعتبر امين اولي في الباراتولودين، اما الباي فينايل امين يعتبر ايه؟ امين ثانوي. طيب ليه اروماتيك؟ قال لي عشان في سيستم الاروماتيست موجود، هنا في حلقه بنزين واحده، اما في هنا 2 حلقتين بنزين باي فينايل، تمام كده؟ دي في مونو فينايل واحده بس، تمام؟ طيب امين علشان هو في ايه؟ في ذره النيتروجين، وذره النيتروجين او القواعد للاورجانيك بيزز عموما بتعتمد على وجود ايه؟ وجود ذره النيتروجين، نظرا لان النيتروجين عندها زوج حر من الالكترونات. بتقدر ان هي تديه لاي سيستم او مويتي او بريكيرسور بيكون بور ان الكترونز، يعني فقير بالالكترونات، وبالتالي تعتبر هي ايه؟ مصدر اعطاء، وبالتالي تعتبر هي البيزك سايت يعني. تمام، بتمثل البيزك سايت. طيب ازاي هميز الباراتولودين على الداي فينايل امين؟ قال لي ببساطه في تجربتين مميزين للاثنين مع بعض. اول تجربه اللي هي الازو داي تيست، والازو داي تيست بتتميز او بتميز البرايمري اروماتيك امينز عموما، يعني اي برايمري اروماتيك امين في الكون يقدر ان هو يدي تجربه الازو داي، يعني ما ينفعش يكون برايمري بس مش اروماتيك، لا، يعني ما تجيبليش ميثايل امين سي اتش 3 ان اتش 2 وتقول لي ان هو هيدي ازو داي، لا مش هيدي، بتكون انستيبل، يعني بيكون صبغه وبعدين تقوم جايه متكسره بسرعه. عشان احقق المعادله بتاعت الازوداي ان انا لازم اقول ان انا عندي امين يكون برايمري يعني في مجموعه ان اتش 2 وبلس ان هو يكون اروماتيك، يعني تكون مجموعه ان اتش 2 دي متصله بسيستم اروماتي. ده شرط تحقيق الازودايتس او ان انت تكون ازوداي. تمام؟ الازوداي زي ما هي بتميز الفينولات بتميز البرايمري اروماتيك امينز، وبالتالي فهي في النهايه هتدي مع البراتولودين ومش هتدي مع الدايفينايل امين. طيب هنتكلم عن تجربه الازوداي للبيزز، وهنقول ان في اختلاف بسيط بينها وبين الازوداي لمين؟ للفينولات. الازوداي للفينولات كنا بنعملها بنحضر ثلاث انابيب برضو، اول انبوبه بنحط فيها انيلين هيدروكلورايد وميه او انيلين وعليه اتش اس ال، تمام؟ ثاني انبوبه كنا بنحط نيتريت صوديوم وميه، ثالث انبوبه كنا بنجيب الراسب بتاعنا اللي هو الفينول او الفينول المجهول اللي عندنا سواء هو بقى مترسب او دايب، وببتدي ان انا احط عليه ايه؟ ان او اتش قاعده، خلاص؟ وابتدي ان انا احط الثلاث انابيب في الميه الساقعه لمده 5 ل 10 دقائق او ربع ساعه، بعد كده اخلط واحد على اثنين واخد الخليط احطه على ثلاثه. انما هنا انا عندي في اختلاف بسيط، ان هناك كان بيبقى الانبوبه الاولى عندي معلومه، يعني بجيب انيلين وعليه اتش اس ال،
او انيلين هيدروكلورايد وعليه ميه. انما هنا انا الانبوبه الاولى عندي مجهوله، لان هي فيها الراس بتاع اللي هو البيز مضاف عليه دايل اتش سي ال. طب ليه مش كونك؟ قال لي لان انا عايز الازو داي في النهايه تبقى عندي بي اتش معين، زي ما قلت المره اللي فاتت عند حوالي خمسه وشويه. فطبعا انا عشان او من 4 و8 من 10 ل 5 وشويه، الازو دايز دايما بتتكون في الرينج ده، وبالتالي علشان اقدر اوصل البي اتش ان هو يكون مظبوط لازم ما احطش كميه كبيره من الاتش سي ال، بلس ان انا احاول ان انا اكون اصلا من البدايه مخففه، لانك لو عملت كونك او كونسنتريتد هتبتدي ان انت في الاخر هتضطر ان انت تضيف ان اتش زياده عشان توصل للازو دايز بتاعتك، لان لو الحمض زاد هتبتدي البي اتش بتاع الوسط هيبقى حامضي اكتر من 4 و8 من 10 مثلا، وبالتالي هتبتدي الازو دايز بتاعتك تبقى مش ستيبل وتبتدي تتكسر. فلازم تكون اصلا انت مراعي حته البي اتش بتاع الوسط جدا في الخطوه دي. طيب البيز والدي اتش اس اللي هتدوب بسرعه، هي طبعا قاعده مع حمض، المفروض ان عندي بيز دي قاعده والدي اتش اس ده حمض، فالمفروض ان هي هتدوب فيه بسهوله. لكن مع الرج يعني انت الاول المفروض هتيجي تقعد ترج، تحط البيز بتاعتك في انبوبه وتحط عليها قطرات من الدايل اتش اس ال، وتبتدي ان انت ترج باستمرار لمده 4 او 5 دقائق. وهنا ما بنصحش بخطوه ان انا اسخن، يعني احيانا الناس تقول لك سخن علشان البيز تدوب بسرعه في الاتش اس ال، هي فعلا ممكن تدوب بس بعد ما تدوب هيحصل لها بسرعه كويك ريسوليديفيكيشن، يعني ايه؟ يعني هيحصل لها اعاده تصلب سريع جدا، يعني بعد ما الانبوبه بتاعتك هتلاقي البيز دابت في الاتش اس ال بالتسخين، هتيجي اول ما تنزلها من على اللهب هتلاقيها اتكتلت وعملت كتله بقت عامله زي الحجر بالظبط جوه الانبوبه، وتضطر ان انت تضيف دايل اتش اس ال تاني عشان تقدر تدوبها. فايه اللي يخليني ادخل في المرحله دي وهيبقى تذوبها المره دي صعب جدا؟ انما انا بعتمد على ان انا بصبر شويه وبقعد حوالي 4 او 5 دقائق ارج في الانبوبه لحد ما اكبر كميه ممكنه من البيز اللي عندي تدوب. مش شرط ان كل كميه البيز اللي انا اكون حاططها في الانبوبه تدوب، عادي ممكن اضوب اكبر جزء ممكن منها وابتدي ان انا اخد الجزء اللي داب ادلوه في انبوبه تانيه. بس طبعا ما تعمليش الكلام ده بعد ثواني وتقول لي ده هو الجزء ده اللي داب بس، يعني كده مش هيبقى عندك بيز دايبه اصلا. انا يفضل ان انا اكون ارج الانبوبه 4 او 5 دقائق عشان اتاكد ان اكبر كميه من البيز دابت، بحيث ان لو انا سبت جزء منها مش دايب وعملت لها يعني زي تصفيه كده في صفيت الانبوبه في انبوبه تانيه خلاص وخدت الجزء اللي دايب بس. تمام. الانبوبه التانيه عندي هنا هي نترود صوديوم وميه برضه زيها زي الفينولات، ما بتتغيرش الانبوبه التانيه. وطبعا الانبوبه الثانيه لازم تكون فريشلي بريبيرد، قلنا علشان هي بتطلع النيتروس اسيد، والنيتروس اسيد اللي هو ناتج من تفاعل نترات الصوديوم مع الميه، ده بيكون سريع التاكسد، وبالتالي يعني لازم يكون الانبوبه دي فريشلي بريبيرد. الانبوبه رقم ثلاثه بجيب فينول معلوم بالنسبه لي، يعني الانبوبه رقم واحد انا حطيت المجهول اللي هو البيز اللي انا مش عارفها، الانبوبه رقم ثلاثه ما ينفعش احطه مجهول. في الفينولات كان الانبوبه رقم ثلاثه هي المجهول والانبوبه رقم واحد معلومه، هنا العكس، هنا الانبوبه رقم واحد هي اللي مجهوله والانبوبه رقم ثلاثه معلومه. طب الانبوبه رقم ثلاثه هتبقى معلومه ازاي؟ قال لي هجيب فينول، طبعا مش ماده الفينول، انا بجيب نوع من الفينولات، نوع فينول يعني مش ماده الفينول، يعني ما بجيبش فينول نفسه، بجيب نوع من الفينول زي البيتا نفسه، ده افضل نوع لما تكون بتعمل ازودايل للبيز، وحتى في المصانع بيعتمدوا عليه. يعني بيعتمدوا على الفينولات بالذات اللي هي الانسوليبل، لما بيجوا يعملوا يعني ازودايز مبنيه على البيزز بيبتدوا ان هم يجيبوا فينولات انسوليبل، افضل بتكون افضل من الفينولات اللي بتكون سوليبل في الميه. والامثله على الفينولات الانسوليبل اللي هو البيتا نفسول، البيتا نفسول اللي عندنا بيدي نتائج كويسه جدا. هبتدي اجيب البيتا نفسول وادوبه في ان اي او اتش، اضيف عليه ان اي او اتش خلاص. ببتدي برضه ارجه فتره لان البيتا نفسه مش هيدوب بسرعه في الان يو اتش، هيبتدي ان انا ياخد وقت برضه زيه زي الانبوبه رقم رقم واحد. ببتدي اخد ادوب اكبر كميه منه في حوالي 4 او 5 دقائق برضه مع الرج المستمر. طبعا في النهايه لو ما دابش كله ببتدي ان انا برضه اصفيه واخد الجزء اللي داب عندي، بحيث ان انا الثلاث انابيب بتوعي يكونوا كلير سوليوشن. شرط من شروط الازوداي ان الثلاث انابيب بتوعي يكونوا كلير سوليوشن، ما تقوليش مثلا ده هو جزء كبير الداب واسيب ما دابش موجود برضه، لا لو سبتهم برضه موجود مش هيديك اللون بتاعك النهائي المطلوب مظبوط، او هيعكسك في انك تعرف اللون، يعني ممكن اللون يتكون ويبتدي الحاجات اللي هي مش دايبه ديت تغير لك اللون تاني، او تبقى معتم الانبوبه بتاعتك فبالتالي انت ما تشوفش اللون واضح. فبالتالي لازم انت حضرتك لازم تاخد الثلاث انابيب يكونوا كلير سوليوشنز،
يعني تدوب اكبر جزء وتاخد الجزء الباقي، تاخد الجزء اللي داب والباقي ترميه، مش مهم ان هو ما يدوبش. المهم ان انت تدوب اكبر جزء بحيث ان هو يبقى مركز في المحلول اللي انت بتدوبه فيه، سواء في الانبوبه الاولى يبقى في جزء دايب كبير من البيت في الاتش اس ال، او الانبوبه الثالثه يبقى في جزء كبير دايب من البيت نفسه الفريمين في الان اتش. بعد ما بجهز الثلاث انابيب ابتدي احطهم تحت سطح الماء البارد بحيث ان الميه الساقعه او الثلج بتاعك يكون مغطي سطح المحاليل اللي جوه الانابيب. لازم عندي الثلاث انابيب يكون السطح بتاعهم مغطى بالميه البارده، تمام كده؟ بسيبهم حوالي من 5 ل 10 دقايق، وممكن اوصل لربع ساعه. كل ما بتزود المده كل ما بيدي لك لون ضاي ثابت وكويس جدا، نظرا لان انت بتسمح بتكوين الدايزونيوم سولت، بتخليه يتكون ويبقى ستيبل، لان هو بيتكون دايما عند درجه حراره من 0 الى ايه، الى 5 درجات، تمام. بعد بخلط الانبوبه رقم واحد اللي هي الانبوبه اللي فيها البيز والاتش اس ال على الانبوبه اللي فيها نترات صوديوم وميه، وبعد كده اخد الخليط بتاعي واضيفه على الانبوبه رقم ثلاثه. طبعا الخليط بين الانبوبه واحد واثنين ده لازم يكون عندي يا اما مصفر يا اما اخضر مخدر يا اما بين البنين، يعني اخضر مصفر عشان اتاكد ان النتيجه هتطلع معايا بوزيتيف. يعني لو انت معاك براتولودين وعاوز من قبل حتى ما تضيف على الانبوبه رقم ثلاثه تتاكد لو انت معاك المحلول بتاعك مصفر او مخدر او اخضر مصفر، الثلاثه دول هياكدوا لك تقريبا. طبعا بتتاكد اكتر لما تضيف الخليط بين الانبوبه واحد واثنين على الانبوبه رقم كام؟ رقم ثلاثه. تاني قلنا الخليط من واحد واثنين لو هو مصفر او مخدر او درجه بينيه بينهم، ده بيديك انديكيشن ان شاء الله النتيجه هتطلع بتاعتك ايه؟ بوزيتيف. طبعا بتاخد الخليط بين واحد واثنين وتروح ضايفه على الانبوبه رقم ثلاثه اللي فيها البيتا نفسه وعليها ان او اتش. لو لقيت اللون اللي عندك سكار الكتريت باي، سكار الكتريت باي اللي هو اللون المميز للبيتا نفسه، يعني انت حطيت الفينول اللي هو البيتا نفسه وانت عارف ان اللون هيطلع ايه، لو طلع لك اللون اللي انت متوقعه البروبوز او اللي انت متوقعه او مستنيه ان هو يطلع، السكارلت ريد اللي هو الاورنج ريد او الريد او درجه بين الاورنج والريد او اورنج، عادي جدا ده كله يعتبر بوزيتيف وصح. ممكن يطلع احيانا احمر يعني مد على براونش شويه برضه يعتبر صح، يعني مش لازم 100% ان هو يطلع، المهم ان هو يبقى فيه درجه من الاحمر ومعاه يا بني شويه يا اورنج شويه، تمام كده؟ ده يعتبر ده كله بوزيتيف بالنسبه للبارتولودين، لان دي كلها درجات تعتبر صح عشان انت ما تتلخبطش وانت بتشتغل، ما تقولش والله ده هو لازم يطلع عندي اورنج، لا مش كده. لو طب اقدر طلع معاك احمر غامق، هل يعتبر اللي هو يعني مثلا دي بريد احمر غامق، هل اقول اللي عليه ان هو غلط مش براتولودين؟ لا يعتبر برضه براتولودين. احيانا بيبقى داخل على بني شويه برضه يعتبر براتولودين. طبعا دي بتفرق من واحد للتاني، ليه؟ لان كل واحد فيكم يعتبر في واحد مداوب البيز اكتر، في واحد مداوب البيز اقل، في واحد مداوب البيتا نفسه كويس، في واحد مش مداوبها كويس، فكل دي بتفرق في الدرجات. يعني لو انت شغال في مصنع طبعا بيبقى في اله هي اللي بتعمل لك كل الكلام ده، فانت بتبقى بتطلع درجه واحده من اللون، انما احنا بنشتغل في معمل فبالتالي مش كل واحد هيبقى زي التاني بالظبط بالملي يعني. لكن في النهايه لو انت درجه اللون عندك طلعت اي درجه بين الاورنج والريد والبراون، اي درجه يعني بينيه للثلاثه دول تعتبر انت عندك باراتولودين، يعني النتيجه بتاعتك ايه؟ بوزيتيف. لو ما طلعلكش اي لون، طلع لك بقى ابيض اسود ازرق اخضر اي لون تاني غير الالوان اللي قلناها دي، يعتبر عندنا نيجاتيف يعني باي في مايل امين. التجربه الاولى دي اللي هي الازو داي مميزه لمين؟ للباراتولودين. نيجي ناخد تجربه بقى مميزه للدايفينايل امين اللي هي بيسموها الاوكسيديشن تيست او اختبار الاكسده. اختبار الاكسده قال لي بيتم ببساطه ان انا بجيب انبوبتين في الازوار، كنت بجيب ثلاث انابيب، هنا انا هجيب انبوبتين اثنين بس. الانبوبه الاولى بحط فيها جزء من البيز بتاعي، وطبعا باخده من ورقه الترشيح، بس ده اقول الحته ديت في الازوار، البيز بتاعتك او الراسب انت بتاخده من ورقه الترشيح، بتعمل جامنج للانبوبه جوه ورقه الترشيح. لو انت مش هتقدر تعمل لها كده ممكن تفتح ورقه الترشيح، تطلع ورقه الترشيح من القمع وتفتحها خالص على البنش كده وتبتدي تاخد منها شويه جوه الانبوبه. طيب بعد ما باخد البيز ديت او الراسب ببتدي احط عليها قطرات من الميه من الحنفيه، بعمل لها مجرد ماوتشن برطبها بس. خلاص؟ تاني انبوبه عندي ببتدي ان انا اجيب ملي من حمض النيتريك المركز وعليه ملي من حمض الكبريتيك المركز. طيب اشمعنى هنقف عند النقطه ديت شويه. قال لي اشمعنى اولا ان انت جبت الاحماض المينرال دي؟ اقول لك ببساطه لان الدايفينايل امين تعتبر
او الامينات الاروماتيك امينز عموما تعتبر من المواد اللي هي صعبه الاكسده، صعب جدا ان انت تاكسدها، صعب جدا ان انت تغير لونها، وعشان كده بتستخدم. يعني الديفينايل امين ده لو انتوا بحثتوا عنه وعن تطبيقاته بيستخدم في ان هو بيحفظ الفروتس او الاطعمه اللي بتبقى رايحه للتصدير لانها بتقعد فتره. يعني انت مثلا عندك تفاح هتصدره، التفاح ده لونه احمر انت مش عايزه يبوظ في السفر، بتبتدي ان انت تدوب الديفينايل امين ده بنسب ضئيله جدا زي بارت بير بليونز مثلا، وتبتدي ان انت ترش بيه الفاكهه بتاعتك دي زي التفاح مثلا. طيب بعد ما برش بيه الفاكهه ديت، قال لي بتبتدي الفاكهه دي تاخد طبقه من الديفينايل امين، بيبقى حواليها طبقه من الديفينايل امين بتحميها من الاكسده، مش سهل ان انت تاكسد الاروماتيك امينز خصوصا الديفينايل امين. وعشان كده احنا في التجربه دي عايزين ناكسده، فعشان تاكسد حاجه صعبه التاكسد لازم تجيب لها سترونج او فيري سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، عامل مؤكسد قوي جدا. يعني العوامل المؤكسده دي درجات زي ما انتم عارفين، في عوامل مؤكسده ضعيفه زي الاكسجين، زي البوتاسيوم برمنجانيت اللي هي البوتاسيوم دايكروميت، عندك املاح النيتريت زي مثلا بوتاسيوم نيتريت، صوديوم سولتس مثلا بتاع بعض العناصر الانتقاليه، برضو الاوكسايدز بتاعت العناصر الانتقاليه زي الحديد والبيزماس والحاجات اللي زي دي، عندك برضو يعني عامل مؤكسده كتير، يعني في ميديوم زي الاوزون زي الهيدروجين بروكسايد وهكذا. في بقى قويه، عامل مؤكسده قويه جدا زي ايه؟ زي المينرال اسيد اللي هي زي النيتريك والكبريتيك والاتش سي ال، ومثلا البير اسيد زي البير كلوريك اللي هو اتش سي ال او 4، او البير ايوديك او وهكذا. يعني في البير اسيد برضو، بير سلفوريك اسيد برضو، او بيروكسي سلفوريك اسيد، دي كلها تعتبر عوامل مؤكسده قويه. زي الهالوجينز مثلا، الغازات بتاعت الهالوجينز دي تعتبر عوامل مؤكسده قويه جدا. طب ليه انا استخدمت هنا عامل مؤكسد قوي؟ قال لي علشان انت عندك ماده صعبه التاكسد، حاجه صعبه جدا انها تتاكسد، فانت لازم تستخدم لها عامل مؤكسد قوي، بل انت ما استخدمتلهاش عامل واحد، مش مينرال اسيد واحد، ده انت استخدمت خليط من الاثنين. طيب هنا انا بضيف المينرال اسيد دي ازاي؟ قال لي بتحط ملي من حمض النيتريك المركز في انبوبه ثانيه خالص غير الانبوبه الاولانيه، وتضيف عليه على الجدار، لازم على الجدار 1 مللي من حمض الكبريتيك المركز. ليه لازم على الجدار؟ قال لي عشان ده فايلنت انتر اكشن، انت بتفاعل حمضين مينرال اقويه جدا مع بعض، فبيبقى تفاعل عنيف جدا والانبوبه بتبقى سخنه جدا، تمام؟ فبالتالي لازم انت حضرتك لما تضيفهم ايه؟ بحرص وبحذر وبالراحه على الجدار، تمام؟ انا دلوقتي جيت ضفت الاثنين على الجدار، ضفت اسف الحمض الكبريتيك على الجدار بتاع الانبوبه اللي فيها 1 مللي نيتريك، وابتديت ان انا بعد كده اخد محتويات الانبوبه رقم 2 اللي فيها الاحماض واضيفها على الانبوبه رقم 1 اللي فيها الايه؟ البيز وقطرات الميه. طب برضه لما بضيف المحتويات بتاع الانبوبه رقم 2 بضيفها على جدار الانبوبه رقم 1. لما اضيف على جدار الانبوبه رقم 1 على الجدار ببتدي اشوف المشاهده عندي بقى، بعد ما بينزل الاحماض جوه الانبوبه ويمتزجوا مع البيز بتاعتي ويحصل تفاعل بينهم ببتدي اشوف المشاهده. والمشاهده دي بشوفها واضحه على الجدار اكتر ما بشوفها انسايد او في الانر بتاع الانبوبه. خلاص؟ ببتدي اشوفها على الجدار واضحه، يعني حضرتك ميلت الانبوبه خالص كانك عاملها افقي، يعني الانبوبه بتبقى انت ماسكها فيرتيكال عموديه، هنخليها هوريزونتال، هنخليها افقيه، تمام؟ كانك هتميلها كده، كانك هتوقع اللي جواها. خلاص؟ هتشوف على الجدار منتشر لون فايلوت كالر او ديب بلو كالر، يا اما لون بنفسجي يا اما لون ازرق غامق في حاله ان حضرتك معاك دايفينايل امين. طب لو انا ما معيش دايفينايل امين اي لون تاني بقى ممكن يطلع؟ اسود، بني غامق، اصفر، ابيض، ايا كان اللون ده كله يعتبر نيجاتيف، يعني معايا بارا طولودين، تمام كده؟ يعني التجربه دي تعتبر مميزه للدايفينايل امين. لو حضرتك شفت الالوان دي فايلو كلر او ديب بلو كلر على الجدار يعتبر انا معايا ايه؟ معايا دايفينايل امين. طب لو انا ما شفتهاش يبقى انا يعتبر معايا باراتولودين. طبعا التجربتين بيعتبروا ايه؟ مؤكدين لبعض، يعني ما ينفعش ان انت تطلع نتيجه هنا غير اللي هنا، لازم الاثنين هياكدوا لك بعض. وفي نفس الوقت لازم بشدد برضو ان انت لازم تعتمد على تجربه الاصدقاء اولا، لان هي اللي اصدق وهي اللي بتبقى ايه طالعه معاك بيرفكت اكتر من تجربه الايه الاوكسيديشن. طب في سؤال مهم بيقول لي ايه حمض النيتريك والكابريتيك هنا ليه اشتغلوا كاوكسيدايزنج ايجنت؟ احنا عارفين طبعا حمض النيتريك والكابريتيك ده يعتبر اسمه نيتريتنج ايجنت، خليط نيتريشن او معامل نيتريشن، بيعمل نيتريشن، يعني بيدخل مجموعه NO2 على السيستم الاروماتيك،
خلاص لما يبقى عندي حلقه بنزين بيعمل لها نيتريشن، تمام؟ قال لي ان الحمضين دول على بعض بيعملوا اوكسيديشن لو كمياتهم قليله، زي هنا مثلا احنا خدنا منهم ايه؟ 1 مللي و1 مللي، اقل كميه ممكن تاخدها. طب لو انا زودت عن 1 مللي، خدت 2 مللي من ده مع 2 مللي من ده، او خدت 3 مللي من ده مع 3 مللي من ده، قال لي هيحصل لك اوكسيديشن ثم نيتريشن. يعني هيحصل الاوكسيديشن للديفينايل امين وبعد كده هيحصل النيتريشن. وعشان كده انا بنبه ان احنا لما نيجي نعمل التجربه دي لازم نتاكد ان احنا واخدين 1 مللي من هنا مع 1 مللي من هنا. طب ليه؟ قال لي علشان لما يحصل لي، انا عايز يحصل لي اوكسيديشن بس، مش عايز يحصل لي اوكسيديشن ونيتريشن. لان في حاله ان حصل لك نيتريشن، النيتريشن دليل حدوثه في المعمل هو ابخره بنيه غزيره وكثيفه بتطلع من الانبوبه، بتغطي لك اي حاجه انت ممكن تشوفها. يعني لو انت عايز تشوف اللون الفايلوت كلر او الديب بلو كلر مش هتعرف تشوفه لو انت ضايف كميه كبيره من نيتريك مع الكبريتيك. يعني لو حاطط 3 مللي من النيتريك و3 مللي من الكبريتيك ورجعت ضفتهم على الانبوبه اللي فيها البيزون الميه على الجدار، حتى هتلاقي فيه براون فيومز طلعت، والبراون فيومز دي غطت لك اي سطح انت عايز تشوفه. يعني انا عايز اشوف على الجدار عندي لون بنفسجي او ازرق غامق ولا لا، مش هتشوفه. ليه مش هتشوفه؟ عشان الابخره البنيه اللي حصلت بسبب النيتريشن. فانت المفروض تستخدم كميه 1 مللي مع 1 مللي، ما تزودش عن كده، تمام؟ هنا في معادله بيقول لي الدايفينايل امين بيجي يتفاعل ازاي او بيحصل له اوكسيديشن ازاي في التجربه ديت. معادله التفاعل بيقول ان هو بياخد 2 جزيء من الدايفينايل امين، الجزيء الواحد بيسمى مونومر، والجزيئين مع بعض 2 جزيء بيسمى دايمر في الكيمياء عموما. ولو انا استخدمت جزيء متعدد بيسمى بوليمر، اللي انتوا ممكن تدرسوه في ماده كيمياء البوليمرات. هنا انا عندي جزيء واحد يعني مونومر، جزيئين يعني دايمر، يعني انا باخد دايمر من الدايفينايل امين في وجود عامل مؤكسد اللي هو مصدر الاكسجين، العامل المؤكسد القوي هو بتاعنا، بيبتدي يحصل اوكسيديشن عن طريق ان النيتروجين هنا والنيتروجين هنا بتفقد هيدروجين. طبعا في ميكانيزم للتفاعل ولكن انا مش عاوزين نتقل عليكم، فيا دوبك بس يعني الفكره انت تبقى عارف الفكره وخلاص. ان هنا الاكسديشن بتحصل عن طريق ان بيحصل حاجه اسمها دايمرايزيشن للدايفينايل امين. طب ليه اسمها دايمرايزيشن؟ قال لي علشان انت دخلت 2 جزيء مع بعض وبيطلع بينهم جزيء ميه، يحصل لهم حاجه زي كوندنسيشن كده، تكثيف، بيطلع جزيء ميه. هيدروجين بتخرج من الجزيء ده وهيدروجين بتخرج من الجزيء ده مع الاكسجين المتوفر عن طريق وجود العامل المؤكسد، وبالتالي بيكون لي ايه؟ بيكون لي الدايمر ده اللي احنا بنسميه تترا فينايل هيدرازين، وده بيبقى لونه فايلوت كلر او ديب بلو كلر. ده بيسموه تيترا فينايل هيدرازين ليه؟ قال لي علشان ده مصدره ان اتش 2 مع ان اتش 2 في مركب اسمه الهيدرازين، بيكون عباره عن ان اتش 2 مع ان اتش 2. لو حضرتك استبدلت الهيدروجينز بتاع ده والهيدروجينز بتاع ده، بتاع النيتروجين دي والهيدروجينز بتاعت النيتروجين ده، هتبتدي ان انت ايه تكون اربع مجموعات فينايل، فعندي تيترا فينايل هيدرازين، لان البيرنت بتاعها بيكون ايه؟ مركب اسمه الهيدرازين. تمام كده، دي معادله التفاعل دوت. وبالتالي انا عندي تجربتين، تجربه مميزه للدايفينايل امين اللي هي الاوكسيديشن، وتجربه مميزه للباراتولودين اللي هي الازو داي. ده كده انا اتعرفت على البيز كويس جدا. طيب بالنسبه بقى للمخلوط رقم 2، كده انا في المخلوط رقم 1 خلاص اتعرفت على الليفاتيك اسيد عن طريق كالسيوم كلورايد ودينجز، وهنا في البيز اتعرفت على الازو داي وايه والاوكسيديشن. في المخلوط رقم 2 انا عندي، نرجع تاني للمخلوط رقم 2 فوق اهو، اروماتيك اسيد ومعاه بيز، حاجتين ما بيدوبوش. واحنا قلنا المره اللي فاتت برضو في الاسيد والفينول لما كنا قابلنا مخلوط ما بيدوبش اللي هو الاحتمال رقم 4 هناك، كنا بنقول لما نلاقي عندي مخلوط من شقين ما بيدوبوش لازم حضرتك تضيف كاشف من بره يدوب واحد وما يدوبش الثاني، يعني يتفاعل مع واحد وما يتفاعلش مع الثاني، ده شيء ضروري واكيد. هنا انا عندي اروماتيك اسيد وعندي بيز، حاجتين عكس بعض في التاثير، يعني حمض مع قاعده. فقال لي انت بتضيف هنا ملح زي كربونات الصوديوم، هذا الملح له خواص قاعديه اللي هي كربونات الصوديوم، وبالتالي لما يجي يتفاعل هيتفاعل مع مين؟ هيتفاعل مع القاعده، هو له خواص قاعديه، هيتفاعل مع اللي زيه؟ مستحيل، يتفاعل مع اللي عكسه اللي هو الحمض، يعني هيتفاعل مع الحمض ويدوبه، ولكن القاعده مش ايه؟ مش هتتاثر بيه خالص. طب هل انا ممكن اضيف من بره بدل كربونات الصوديوم اللي ملح له خواص قاعديه، هل ممكن انا اضيف حمض من بره يتفاعل مع القاعده ويسيب الحمض الاروماتي؟ ممكن، ولكن انا بختار الاسهل، الاسهل ان انا ادوب الحمض مش ان ادوب القاعده. تمام كده؟ طيب عشان ادوبه بعمل ايه؟ قال لي اول حاجه بجيب الخليط بتاعي، طبعا الخليط بيبقى متضاف عليه ميه من البدايه خالص من اول خطوه، ببتدي ان انا احطه على سخان او هوت بليت،
الهوت بليد ده بيبقى مظبوط درجته عند الورمنج، وقلنا الورمنج قبل كده من 50 الى حوالي 65 درجه، تمام. وببتدي اضيف عليه كربونات الصوديوم بعد ما بحط الخليط بتاعي في البيكر على السخان اللي مظبوط درجه حرارته عند الورمنج، ببتدي اضيف عليه كربونات الصوديوم اللي لونها ابيض من بره، وابتدي ان انا ايه اعمل عمليه تقليب مستمر. كل ما اقلب هيبتدي الحمض الاروماتي عندي مع التقليب مع الورمنج، ده كلها عوامل مساعده عشان اسرع عمليه الذوبان، هيبتدي الحمض الاروماتي عندي يدوب، اما البيز مش هتدوب. قال لي طب انت هتعرف الحمض الاروماتي ازاي؟ قال لي عن طريق اختلاف الالوان. الحمض الاروماتي لونه ابيض، اما البيز بتبقى لونها غامق، يعني البراتولودين بيبقى لونه مد على بني كده، تمام، نتيجه برضو ان هم بيحصل لهم اكسديشن، اير اكسديشن زي الفينولات. القواعد تاخد من الفينولات شويه في الحته دي، ان هي بيحصل لها برضو اير اكسديشن، فبتلاقي لونها متغير شويه، تمام، وبالتالي هتلاقي لونها غامق، الاحماض لونها لونها ابيض، تمام. فشوف ان الحمض الاروماتي عندي بدا يدوب عن طريق التقليب الايه المستمر. مع التقليب المستمر والورمنج، العوامل المساعده اللي عندي دي، هيبتدي كربونات الصوديوم يتفاعل مع الحمض الاروماتي ويدوبه. طب هيدوبه يحوله لايه؟ قال لي هيحوله الى صوديوم سولت بتاع الحمض الاروماتي، هيحوله من حمض الى ملح، الملح الصوديوم بتاعه. طبعا الحمض ما بيدوبش في الميه البارده، الميه عموما البارده بالذات. طب الحمض الصوديوم سولت هيدوب خلاص. طب واحد يقول لي طب انت ليه استخدمت ورمنج ما عملتش غليان؟ اقول له لان لو عملت غليان الحمض هيدوب في الميه والقاعده الاخرى هتدوب في الميه، لكن انا عايز الحمض بس هو اللي يدوب، فبالتالي هظبط درجه الحراره عند الورمنج ومش هغيرها نهائي خالص، تمام. وهبتدي ان انا اقلب بسرعه نظرا لان انا مش عايز برضو خطوه الذوبانيه بتاعه الحمض الاروماتي تاخد وقت طويل، لان لو خدت وقت طويل هتبتدي القاعده ممكن عند وقت معين تبتدي يا رقره تميل انها تدوب في الميه. هتقولي هتدوب في الميه الدافئه، هقول لك ما هي الميه كل شويه درجه الحراره بتاعتها بتعلى، تمام، مع الورمنج، وخصوصا لو انت ظبط عند 65، واحنا عارفين قاعده علميه بتقول ان الميه بتبتدي تغلي عند 70، فانا مش عايز الميه توصل انها تدوب مع الوقت او تساعد البيز انها تدوب، فانا هبتدي ان انا اقلب تقليب مستمر وسريع، تمام. هلاحظ ذوبان الحمض الاروماتي عن طريق قلنا اختلاف الالوان، هلاقي اللون الابيض بتاع الحمض الاروماتي عمال يختفي ويقل، ولون القاعده او القاعده بتاعتي زي ما هي ما بيحصلهاش اي حاجه. مع الوقت هلاقي كل الحمض بتاعي اللون الابيض بتاعي اختفى تماما بتاع الحمض، والاقي القاعده بتاعتي موجوده زي ما هي. هبتدي ان انا انزل البيكر بتاعي من على السخان، وابتدي اعمل عمليه ايه فلتريشن او ترشيح. الفلتريت بتاعي اجهز طبعا سيستم الترشيح بتاعي اللي احنا عارفينه، ورقه الترشيح والكونيكال وي القمع الفانل، وابتدي ان انا اجيب القمع واحطه جوه الكونيكال، وابتدي ان انا اثني ورقه الترشيح اعمل لها فولدنج او فلاتنج واحطها جوه الايه جوه القمع. هبتدي اجيب البيكر بتاعي وارج واروح دالق جوه ورقه الترشيح. الفلتريت بتاعي اللي هيمر من ورقه الترشيح اللي هو السائل هيبقى محلول ملح الحمض الاروماتي او الصوديوم سولت بتاع الحمض الاروماتي، لان هو اللي دايب. اما القاعده ما دابتش وهتتكون كايه؟ كراسب، هتتجمع في ورقه الترشيح كراسب كبي بي تي بريسبتيت، تمام كده؟ طيب القاعده دلوقتي في الحاله دي انا اقدر اتعرف على يا اما براتولودين او ضيف ميه الامين عن طريق ايه؟ عن طريق تجربه من التجربتين اللي احنا لسه قايلينهم، الازوداي او الاوكسيديشن، تمام؟ دي ما فيهاش مشكله. نيجي للحمض الاروماتي هو اللي لسه فيه مشكله، لان هو دايب اي نعم، بس انا ما بتعرفش على الحمض الاروماتي هو دايب. انا بتعرف على الحمض الاروماتي وهو في صوره صلبه، لان تجربه الفسالين او الفيدوراسين بنعملها للحمض الاروماتي وهو صلب. فبالتالي هنا هجيب ايه؟ الصوديوم سولت اللي هو السوليوشن اللي معايا دوت اللي هو الفلتريت، واضيف عليه قطرات من كونك اتش سي ال. وطبعا لما اضيف عليه لازم يكون بارد، لازم يكون الجو بارد، ويفضل ان انت بعد ما تضيفهم عليه تحطه في الثلاجه. يفضل ليه كده؟ علشان اسرع من عمليه الترصيب بتاعت الحمض الاروماتي. عشان ما ياخدش وقت، ما ياخدليش نص يوم، انا بعمل التجربه عايز اخلص في 5 دقائق، مش هقعد يوم كامل استنى الحمض يترسب، تمام. بعد ما اضيف الكونك اتش سي ال الحمض بتاعي هيبقى يبتدي يترسب، عشان احصل على الحمض هعمل فلتريشن مره ثانيه، تمام. بعد ما اعمل فلتريشن الفلتريت عندي هنا هرميه مش عايزه، لان ما فيهوش الحمض الاروماتي خلاص مش عايزه. اما البير بي تي اللي هو الراسب اللي هيتجمع في ورقه الترشيح عندي هو الحمض الاروماتي، هتعرف عليه عن طريق تجربه فيسالين او ايه او تجربه فلوريسين، تمام كده. يعتبر انت هنا فصلت الحمض الاروماتي عن البيز، تمام كده. وبالتالي كده احنا يعتبر خلصنا المخلوط الثالث اللي هو مخلوط الايه الاسيد والبيز، وان شاء الله هنزل لكم برضو معاه في على الجروب مثال تطبيق عملي انا عملته بايدي في المعمل
لمخلوط الايه؟ لمخلوط الاسيد والبيز. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتم، ولو في اي حد عنده اي استفسار يتفضل ان هو يسال، وما فيش اي مشكله خالص بالوسيله اللي تريحه. شكرا جزيلا لحضراتكم، سلام عليكم.